سنكشف لكم أسرار السعودية في برنامج جديد بعنوان اكتشفوا السعودية. سيسلط البرنامج الضوء على جمال المملكة مبرزاً سياحتها وثقافتها وتراثها وترفيهها. سيدعو البرنامج العالم ليشارك في مغامرة شيقة ويختبر كنوز السعودية. سيقدم البرنامج للمشاهدين نافذة جديدة تتجاوز المألوف وتغوص في قلب السعودية كاشفة عن جواهرها الخفية. سيكتشف المشاهدون من خلاله تقاليد عريقة ومناظر طبيعية خلابة، ويتعرفون على كرم الشعب السعودي الأصيل. اكتشفوا السعودية أكثر من مجرد برنامج، بل هو نافذة على ثقافة نابضة بالحياة. فالمملكة العربية السعودية تفتح أبوابها للعالم وتدعو الجميع لاكتشافها وتجربتها والاستمتاع بكل ما فيها. إنه احتفال بماضي السعودية وحاضرها ومستقبلها، يهدف إلى تغيير التصورات الخاطئة وكشف الجوهر الحقيقي للمملكة. اكتشفوا السعودية، رحلة اكتشاف ستأسر قلوب العالم أجمع. سيأخذكم برنامج اكتشفوا السعودية في رحلة أسبوعية، حيث تستكشف كل حلقة منطقة مختلفة من مناطق المملكة. ستتعرفون على جمال الطبيعة الخلابة، من الصحاري الشاسعة إلى الجبال الشاهقة، ومن المدن الحديثة إلى القرى التقليدية. سيعرض البرنامج على قنوات عالمية رائدة، مما يتيح للمشاهدين في جميع أنحاء العالم فرصة متابعة هذه الرحلات المثيرة، وسيكون متاحاً على منصات البث عبر الإنترنت ليصل إلى جمهور عالمي واسع. يمكنكم مشاهدته في أي وقت ومن أي مكان، سواء كنتم في المنزل أو في رحلة. ستتبع كل حلقة قالباً محدداً، حيث ستعرض لقطات مذهلة للمنطقة، وستتضمن مقابلات مع خبراء محليين وضيوفاً دوليين يشاركون تجاربهم. ستتعرفون على قصصهم ورؤاهم حول الثقافة السعودية. سيسلط البرنامج الضوء على المعالم السياحية الفريدة لكل منطقة، من المواقع التاريخية إلى المعالم الحديثة، ويستعرض تاريخها وثقافتها وجمالها الطبيعي. ستتعرفون على التراث الثقافي الغني والتقاليد العريقة التي تميز كل منطقة. سيستكشف المشاهدون من خلال البرنامج مدناً نابضة بالحياة، وسيسافرون إلى آثار قديمة. ستشاهدون كيف تتعايش الحداثة مع التاريخ في تناغم فريد، كما سيشاهدون مقابلات مع حرفيين محليين يشاركونهم رؤاهم وتفاصيل التقاليد السعودية. ستتعرفون على الحرف اليدوية التقليدية وكيفية صنعها، وسيحضر طهات مبدعون أشهى الأطباق التقليدية مستخدمين مكونات محلية ووصفات متوارثة عبر الأجيال، ليتذوق المشاهدون نكهة المطبخ السعودي الغني. ستتعرفون على الأطباق الشهية التي تعكس تنوع المطبخ السعودي. يعدكم برنامج اكتشفوا السعودية بتجربة ثرية ومسلية، تأخذكم في جولة شاملة عبر المملكة، تلقي نظرة على قلب المملكة النابض، من الأسواق التقليدية إلى المهرجانات الثقافية، وتلهم المشاهدين لخوض التجربة بأنفسهم. ستشعرون وكأنكم جزء من هذه الرحلة، وستتحمسون لاكتشاف السعودية بأنفسكم. لن يقتصر برنامج اكتشفوا السعودية على الوجهات السياحية المعروفة فحسب، بل سيأخذكم إلى أماكن جديدة بعيداً عن المسارات التقليدية، ليكشف لكم عن كنوز خفية ويفاجئكم بتجارب استثنائية. ستكتشفون أماكن لم تخطر على بالكم من قبل، وستعيشون مغامرات لا تنسى في قلب المملكة. سيسلط البرنامج الضوء على تنوع المملكة وثرائها، فقد تخصص إحدى الحلقات لمدينة مدائن صالح الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ستتعرفون على تاريخها العريق وأسرارها المدفونة في الرمال، بينما قد تستكشف حلقة أخرى جبال عسير الخضراء الوارفة، حيث الطبيعة الساحرة والمناظر الخلابة التي تأسر القلوب.
ستشاهدون التنوع البيئي الفريد في هذه المنطقة. ليشاهد المشاهدون جمال شعب المرجان في البحر الأحمر ويغوصوا في أعماق المياه الزرقاء الصافية حيث الحياة البحرية المتنوعة والمذهلة، ويختبروا إثارة التزلج على الرمال في صحراء الربع الخالي حيث المغامرة والتحدي في أكبر صحراء رملية في العالم. سيعرف البرنامج المشاهدين على ثقافة المملكة الغنية من خلال استعراض العادات والتقاليد التي تميز كل منطقة، وسيتعرفون على الموسيقى والرقص التقليدي حيث الإيقاعات والألحان التي تعكس روح الشعب السعودي، كما سيسلط الضوء على إسهامات المملكة في الفنون والتصميم والعمارة والأدب حيث الإبداع والابتكار في كل زاوية. وسيكتسب المشاهدون فهماً أعمق للعادات والتقاليد السعودية من خلال قصص وحكايات تروى من قلب المجتمع، ويشهدون كرم وضيافة الشعب السعودي حيث الاستقبال الحار والضيافة الأصيلة التي تميز هذا البلد. سيقدم برنامج اكتشف السعودية كنوز المملكة الثقافية للعالم أجمع، ليكون نافذة تطل على جمال وتنوع هذا البلد الرائع. المملكة العربية السعودية معروفة بكرم ضيافتها، وسيبرز برنامج اكتشف السعودية هذه القيمة للعالم أجمع. سيظهر البرنامج التفاعلات بين السكان المحليين والسائحين، وسيشعر المشاهدون بلطف وحسن استقبال الشعب السعودي. سيسلط البرنامج الضوء على أهمية الضيافة في الثقافة السعودية، فهي ركيزة أساسية في المجتمع السعودي، حيث يرحب بالضيوف دائماً بحرارة ويعاملون بكل احترام وتقدير. سيجسد برنامج اكتشفوا السعودية جوهر الضيافة السعودية، وسيشهد المشاهدون كرم الشعب السعودي وأهمية مشاركة الطعام مع الآخرين وفرحة التواصل الإنساني. سيظهر البرنامج المعنى الحقيقي للضيافة السعودية، ويبرز المملكة كوجهة سياحية مرحبة وجاذبة للجميع. سيساهم البرنامج في كسر الصور النمطية الخاطئة وتعزيز التفاهم بين الثقافات. سيثبت برنامج اكتشفوا السعودية للعالم أن المملكة مكان يرحب بالجميع. تتميز المملكة العربية السعودية بتنوع مناظرها الطبيعية، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بمشاهد الطبيعة الخلابة التي تمتد عبر البلاد، بدءاً من الجبال الشاهقة إلى الصحاري الشاسعة. تقدم السعودية مزيجاً فريداً من التضاريس المتنوعة التي تدهش كل من يراها، لتوفر لكل من يزورها تجربة فريدة، حيث يمكن للزوار استكشاف مختلف البيئات الطبيعية والاستمتاع بالأنشطة المتنوعة. سيأخذكم برنامج اكتشفوا السعودية في مغامرة مثيرة لاكتشاف هذه التنوع الطبيعي الخاطف للأنفاس، ويعرفكم على أماكن لم تروها من قبل. فقد تركز إحدى الحلقات على تسلق جبال عسير المثيرة، حيث يمكن للمتسلقين الاستمتاع بالمناظر البانورامية الخلابة من القمم، بينما قد تستعرض حلقة أخرى جمال التخييم تحت سماء صحراء الربع الخالي، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالهدوء والسكينة في قلب الصحراء. سيشاهد المشاهدون روعة ساحل البحر الأحمر، حيث تمتد الشواطئ الرملية والمياه الزرقاء الصافية، ويستمتعون بتجربة الغوص بين شعبه المرجانية الساحرة، حيث يمكن للغواصين رؤية الحياة البحرية المتنوعة تحت الماء. سيسلط البرنامج الضوء على الفرص المتاحة لسياحة المغامرات في المملكة، من تسلق الجبال إلى الغوص في أعماق البحر. من تسلق الجبال إلى الغوص، تقدم السعودية تجارب لا تنسى لعشاق المغامرات والإثارة. لتلبي رغبات محبي الإثارة والتحدي
وتقدم لهم مغامرات لا تنسى في بيئات طبيعية متنوعة. كما سيبرز البرنامج جمال العجائب.